السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اليوم هشام عبد الحافظ، أقرأ عليكم اليوم ترجمة لعرض ومنتج مهم من شركة راديان كيو بيو. راديان كيو بيو هي شركة تقوم بالبحث والتطوير والتصنيع وبيع الأجهزة الطبية وأجهزة التشخيص الحيوي ومعدات القياس التي يمكن أن تحمي حياة الإنسان وتحسن نوعية الحياة. تم تصدير جهاز تنظيم ضربات القلب الأوتوماتيكي الذي طورته الشركة من قبلها والذي يطلق عليه هارت جارديان إلى أكثر من 50 دولة وأنقذ حياة العشرات من مرضى السكتة القلبية الطارئة، وقد تم الاعتراف به كجهاز عملي وممتاز لإنقاذ الأرواح من قبل العديد من البلدان والمؤسسات والشركات والمنظمات. يعد راديان كيو بيو بتحقيق عالم يمكن أن يضمن صحة الإنسان وبيئة آمنة في المستقبل. يمكن حفظ أثمن قيمة وهي الحياة بأقل تكلفة. نقدم لكم معدات الطوارئ الطبية الخاصة بشركة راديان كيو بيو. إذا قمنا بشرح توضيحي لكيفية استخدام هذا الجهاز، ففي البداية نجعل الشخص يستلقي على ظهره أو المريض، نقوم بتشغيل الجهاز من زر الباور. نرى هنا أن اللغة هي اللغة الكورية. بالضغط هنا على هذا الزر يمكن تغيير اللغة إلى الإنجليزية أو الصينية أو اليابانية. أو اليابانية. لكن الآن سوف نعيد التشغيل مرة أخرى ونختار اللغة الإنجليزية ونقوم بالتعامل مع الجهاز باللغة الإنجليزية. حتى الآن يتوفر لدينا 4 لغات فقط، الكورية والإنجليزية والصينية واليابانية. نحن الآن في وضع الاستعداد لتشغيل الجهاز. بتحديد إذا كان المريض طفل أو شاب أو رجل كبير، بالضغط على هذا الزر نقوم بالتحويل من وضع الأطفال إلى وضع الكبار. الآن هو الجهاز ينوه إلى استخدام هذا الزر لبدء حالة إنعاش المريض. لبدء تنفيذ إنعاش المريض يجب وضع هذا اللصق لتوصيل الجهاز بالمريض، وهنا تنويه بسيط: إذا كان المريض سنه أكبر من الأطفال أو من الأطفال فالوضعية تختلف، إذا كانت المريض طفل فتكون هذه اللصقة في المنتصف، إذا كان من الكبار تكون بالقرب من الجانب أو القلب. الأخرى تجد هنا تنويه أيضا لأنسب وضعية. نرى هنا توضيح بالصورة لكيفية الإنعاش بعد توصيل الجهاز بالمريض. سوف نغلق الجهاز ونعيد تشغيله مرة أخرى لنتبع التعليمات بدقة خطوة بخطوة. نقوم بتشغيل الجهاز، نختار اللغة، نحدد إذا كان من الكبار أو الأطفال. Now الآن نحن على استعداد لبدء الإنعاش. الجهاز يقوم بالشحن ويعطينا إشارة للاستعداد للبدء. قام الآن بالشحن. ينوه لاستخدام هذا الزر البرتقالي.
الآن ينوه إلى إنعاش المريض 30 مرة. وإعطاء قبلة الحياة وإعادة الإنعاش مرة أخرى. هكذا نقوم بهذه الوضعية لمدة 5 مرات. تقوم بالإنعاش 30 مرة، تعطي قبلة الحياة، تقوم بهذه العملية 5 مرات. معك الجهاز للتنويه لهذا ولقيادتك لهذه ال5 مرات لتتابعه خطوة بخطوة. بعد الانتهاء نضغط على زر الإيقاف ونكون حصلنا على الحالة السليمة التي نرجوها لأي مريض يتعرض لسكتة قلبية أو نريد إنعاشه في أقل من 5 دقائق. راديان كيوبيو AED مزيل الرجفان الخارجي شبه الآلي. مزيل الرجفان الآلي، ملخص للمنتج ببساطة، يعالج السكتة القلبية بسبب الرجفان البطيني أو تسرع القلب البطيني، وهو جهاز يقوم بصدمة كهربائية للمريض لإعادة القلب إلى نظمه الطبيعي. مستخدم هذا المنتج يقوم بتثبيته واستخدامه في العديد من المرافق العامة مثل السفن والخطوط الجوية والقطارات ومراكز التسوق، ليس فقط في كوريا ولكن أيضا في الخارج. الحالة تبدأ بحضور المريض وطلب المساعدة، إرفاق وسادة، تشغيل زر الطاقة، تحديد الوضع الأطفال أو الكبار، تخطيط القلب، تحليل نبضات القلب، شحن البطارية، زر الصدمة الكهربائية، تقدم الإنعاش القلبي الرئوي. تقوم راديان كيوبيو بالبحث المستمر وتطوير منتجات متميزة ومتخصصة بناء على التكنولوجيا الأصلية للاستشعار والقياس والتحليل. بناء على التكنولوجيا التي تم بحثها وتطويرها، ستصبح الشركة تنقذ حياة الإنسان ورائدة في اقتصاد إبداعي جديد، وستصبح حجر الزاوية في صناعة التقارب. بالإضافة إلى ذلك، ستبذل الشركة قصاري جهدها لممارسة رضا العملاء على أساس التكنولوجيا المختلفة. هذا كل ما لدينا اليوم من معلومات قد تهمك. في النهاية أتمنى أن أكون قد وفقت وفي عرض ترجمة أهم المعلومات عن هذا المنتج وتوضيح مميزاته. أشكركم على حسن استماعكم وأرجو أن أكون قدمت إليكم منتج مميز ومفيد يعتمد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.